لك دي على لعبة روبلوكس، لعبة ماب بيت كابسول سيميليتر. سهل قبل شوي كنت عم صور بس انقطع حذفت الفيديو، كنت بدي اعمل فاصل بالفيديو لان كنت داخل سيرفر عام. حطيت انشان سلاح البيت بس انقطع مسح الفيديو. انا عيني مرة تانية الفيديو كان جبنا 7000 البيت بدون انشانس والجمات، كمان صرنا 6 مليون جمع لنعمل انشانس لهذا، وبدون 200000 انشانس العادي الواحد بس. سويت له اكتر من انشانس صرفنا 6 مليون، بس لا يمكن نقدر نعوض شو بعد كمان يجيبونا يا جماعة. جاب 12000 من 7000 ل 12000. شوفوا كمان من هاي القهوة 12:30، هاي في 30000 يا جماعة. هنحط هاي يا جماعة على البيت، جابوا 8000 يا جماعة أقل. المفروض أي حد يا جماعة يضرب لحاله. الإنجاز يا جماعة هيكلف كتير يا جماعة، بس عايزين نعوض بطريقة سريعة. جماعة البتات معنا قوي جدا، ليك أول يا جماعة نون في انشانس الدمج زاد دمجو. هذا البت يا جماعة لو نزل تحديثات أخرى وجاب جزر أخرى يا جماعة هذا ما عصير له فايدة، بنجيب بتات أخرى ويعمل انشانس آخر لبتات أخرى. جزر يا جماعة أسطوري، لو ما بجيبوش يا جماعة إنه ما في انشانس، بس أنت نصرف عليه جواهر كتير إنه يمكن نصرف عليه 30 مليون 40 مليون، بس هنقدر نعوض بطريقة سريعة جدا. نقدر ندمر جمات هون في الجزيرة، عشرة آلاف الآن نروح نحط انشانس يا جماعة البتات. صار معنا 130،
تقولي مع بعد الفاصل. يا جماعة جوال ماشي على طريقة سريعة، ما طريق صعبي، فأنا بس من 2 بالتات فيها من جان عالي. بس لو 1 سوى أكثر من هذا العدد سواء تيم مع صرف كتير جوابيني أصرف كل جمعتي وأساوي التيم كامل، أنا ما بدي بحتاج أشتري من أشياء إنه بعض الأشياء واحد محتاجها. وإنه أحسن طريقة يا جماعة تجميع الجمعات فيها. أوكي لا خربطنا يا جماعة، يقصد أنا هيت مقطع الأمور لكم على القناة. نعلمكم الفيديو، تنسوا بعد زر الجرس، تنسوا كل إشعارات الفيديو اللي هنزله. يكون هذا الفيديو أقصر فيديو يمكن أصوره أنا بهاي الطريقة، بس أنا صورت الفيديو عن طريقة تجميع جيم، طريقة سهلة. شوف تجميع جماعة، نقدر بال5 دقايق تجيب أكتر المبالغ أسطورية بال5 دقايق. لو كان معك استخدام 6 بتات بس، أنا عندي 10 بس، لو عندك عنده 6 بتات أقدر بال5 دقايق تجيب 400,000 500,000. اشتريت هاي مع اني ما كنت بديها، بس شفتها انه مفيدة. هاي هون الماكينة، هناك هاي الماكينة، تحط اي بيت وعفتح البيت لحاله، اصير يفتح كبسولات من البيت، اصير يفتح كبسولات لحاله. واحد طلع من الماكينة، واحد كان بيفتح بيض، هلا هذا جاني من الماكينة، وهذا هلا كان بيفتح بيض. ابقى مقوم صور اول فيديو الاول يعني، بس مسح سمي اول فتحة جاني المسك. نسبة خروجه بيت واحد كل 100,000 بيضة. لو استخدمت هاد اصير نسبة خروجه بعدين بيت واحد كل 1,000 بيضة، بس بمحله لازم يكون معك لوكي. وهذا كمان يا جماعة تصير نسبته سهلة، ولو نسبة انه عندي مضاعف 90، انه هون 35، وهي ضاعف 2 اضعاف، ضاعف 3 اضعاف، المجموع بالأضعاف كلها عصير 90 ضعف. هذا بضاعف هذا، هذا 3 مرات كان ضاعف هذا، عصير 15 مرة.